وهيكون دلوقتي معانا مداخلة هاتفية من كابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي. أهلا بك يا كابتن. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، ألف مبروك على الفوز. ربنا يخليك، الله يبارك فيك. والحقيقة كانت مباراة قوية جدا زي ما حضرتك بتقولي، وكان الحقيقة نسبة متابعة عالية جدا من جماهير النادي الأهلي، لأن المباراة كانت مهمة جدا لجماهير الأهلي بالذات المباراة دي. يعني حضرتك شفت الماتش ازاي امبارح؟ تقييمك ليه كان عامل ازاي؟ الحقيقة الماتش فنيا كان عالي جدا، يعني من أقوى لقاءات الدوري في آخر 10 سنين. الزمالك مدعم كويس قوي بصفقات كتيرة واخد لعيبة من النادي الأهلي، الأهلي برضو دعم بمحترفين ودعم بناشئات عشان يعوض الغياب ديت. فكان صعوبة المباراة إن معظم اللعيبة عارفة بعض جدا وحافظة بعض. الضغوط برضو النفسية على اللعيبة كانت عالية جدا قبل المباراة، إن كل الجماهير بتطالب بالفوز بالمباراة ديت، كانت ليها أهمية خاصة لينا. الحمد لله يعني قدرنا كابتن، نلعب. قلت للعيبه ايه بعد الشوط الاول؟ الشوط الاول يمكن احنا كنا مغلوبين، قلت لهم ايه في اوضه اللبس زي ما بيقولوا، وحمستهم ازاي علشان نرجع بالنتيجه المشرفه دي؟ الحقيقه انا كان عندي ثقه فيهم لان هم كانوا متمرنين كويس قوي، هي بس شويه ضغوط المباراه يعني سيطرت عليهم في الشوط الاول، ادت الى ان اللعيبه ما كانتش مركزه قوي في التوجيهات اللي احنا قلناها، في توجيه الارسال بتاعنا في حوائط الصد. بعد الشوط الاول اللعيبه ابتدينا نهديهم شويه وابتدوا يلعبوا لعبكم وابتدوا يوجهوا الارسال زي ما بنقول، ابتدوا واحده واحده يدخلوا جوه اللقاء. والحقيقه يعني في الشوط الثالث والرابع بالذات ظهروا بمستوى عالي جدا وأدوا المستوى المطلوب منهم واللي هم متمرنين عليه. يعني ان شاء الله باذن الله. بتستعدوا ايه يا كابتن الفتره الجايه ان شاء الله؟ استعدادات والله الفريق ايه؟ مباريات الدوري مستمره، بنلعب عندنا ان شاء الله يوم الجمعه الجاي عندنا ماتش مباراه الظهور عندنا في النادي الاهلي، والاثنين اللي بعده برضه هنلاعب الزمالك بقى في لقاء الدور الثاني في نادي الزمالك ان شاء الله. لا ان شاء الله بالتوفيق، احنا متوقعين دايما نجاح ومن نجاح لنجاح ودايما بتفرحونا، والف مبروك. كابتن حمدي الصافي المدير الاول، المدير الفني للفريق الاول طايره سيدات، نورتنا وشرفتنا، والف الف الف مبروك، وان شاء الله كل التوفيق في القادم.